ولنقاش ملف الأزمة السياسية في لبنان بعد تعثر تشكيل الحكومة في ظل طرح مبادرات للحل، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة صيدا اللبنانية الكاتب الصحفي علي شندب. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا. في ظل الخلافات التي ما تزال قائمة حول تشكيل الحكومة في لبنان والأزمة المستمرة في الرئاسات الثلاث، إلى أي مدى يحل مقترح رئيس الجمهورية ميشيل عون هذه الأزمة؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة، وكل التحية لأهل مدينة صيدا الأبية. أنا أتكلم من مدينة طرابلس الفيحاء، طرابلس الشام في شمال لبنان. أحييكم وأحيي مشاهديكم في العراق. الحقيقة في لبنان هناك نوع من الانسداد السياسي العميق. أطراف المنظومة الحاكمة دخلوا فيما بينهم في اشتباكات عنيفة، وكأن التاريخ يستنسخ نفسه في ظل هذا الانسداد القائم. حقيقة الأمر أن زعيم حزب الله حسن نصر الله قد كلف نبيه بري الوساطة بين رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بهدف تقريب وجهات النظر والعمل على حلحلة العقد في التي تمنع تشكيل الحكومة. موقف ميشيل عون الرافض لمبادرة ما سمي بمبادرة نبيه بري هو في حد ذاته موقف ضد يعني إذا صح التعبير الوصاية التي وضعها حسن نصر الله فوق ميشيل عون كي يصالحه مع الحريري. وهنا علينا التطلع إلى أن الكثير من التحالفات والاصطفافات السياسية مهددة بالتشظي، وخصوصا تحالف تيار ميشيل عون مع حزب الله، حيث بدأنا نسمع كلاما كبيرا من قبل التيار العوني الذي يصف فيه حزب الله بالشيطان الأخرس، والذي حتى أن هناك كلام للرئيس ميشيل عون شخصيا قال استشهد فيه بالإمام علي، فقال حزب الله بما معناه حزب الله يقف إلى جانب الباطل ضد الحق. الذي يريده ميشيل عون من حزب الله هو أن يقف معه ضد نبيه بري، وأن يقف معه أيضا ضد سعد الحريري، ولو اقتضى الأمر بمفهوم الرئيس ميشيل عون، ولو اقتضى الأمر أن ينفذ حزب الله 7 أيار جديدة من أجل أن يأتي وريثه غير البيولوجي الإيديوسياسي جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية بعد سنة وبضعة أشهر. في ظل كل هذه الخلافات المعقدة في المشهد اللبناني، من المستفيد من مثل هذه التجاذبات السياسية بين هذا التيار وذاك؟ في الحقيقة يعني أحيانا هذه الصراعات بين أطراف المنظومة الحاكمة المسؤولة عما آل إليه الوضع في لبنان اقتصاديا واجتماعيا وماليا وأمنيا ودوائيا يعكس أحيانا نوع من التخاذل، لأن هذا الاشتباك بين أطراف المنظومة يشد العصب الطائفي لكل من رئيس الجمهورية وفريقه من جهة، وأيضا للأطراف الأخرى، خصوصا وأن لبنان هو بعد بضعة أشهر سيدخل في انتخابات برلمانية لتجديد السلطة التشريعية في البلاد. واليوم للمناسبة مثلا الشعب اللبناني علق على وسائل التواصل الاجتماعي ووصف التظاهرة التي حصلت اليوم التي نظمها الاتحاد العمالي العام بأنها تظاهرة السلطة ضد الشعب اللبناني، وبالتالي يمكن القول بأن 17 حزيران حاول أن يحل محل 17 تشرين لكنه فشلا ذريعا. المستفيد بدون شك ليس اللبنانيون، إنما هذه الطبقة السياسية التي نهبت البلاد وأفقرت العباد وجوعتهم وأذلتهم في طوابير الذل في محطات الوقود وأمام الصيدليات وأمام الأفران، وفي ظل الصعود الصاروخي للدولار أمام الليرة اللبنانية. لبنان بات وطن وكأنه يتلاشى من على ظهر الخريطة في هذه المنطقة التي تعج
باللهب بكل حد نصاب. تصوروا مثلا أن الجيش اللبناني حامي الحمى والكرامة الوطنية ومصدر العنفوان يتسول وجبة طعام لجنوده عن أرصفة القريبة والبعيدة. في هذا السياق بالحديث عن الجيش اللبناني، كان له تصريح أخير ومهم جدا حول انتشار الفوضى ووحدة الجيش وسيادته وحفاظه على أمن لبنان والمنطقة. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات من قبل المؤسسة العسكرية، وإلى أي مدى يمكن القول أنها تحس بتهديد ما في ظل كل هذه الصراعات السياسية؟ الجيش اللبناني هو بدون شك يعني محل ثقة اللبنانيين والشعب اللبناني، خصوصا وأن قائد الجيش العماد جوزيف عون رفض الكثير من التعليمات والتوجيهات التي صدرت أثناء ثورة 17 تشرين والمظاهرات الضخمة والصاخبة، رفض أن يفك الاعتصامات بالقوة، وبالتالي أداءه مرضي عنه شعبيا، وهو أيضا لم يزل المؤسسة الوحيدة القائمة على قدميها والتي تؤدي واجباتها رغم بعض الخروقات الأمنية على الحدود وفي بعض المربعات الأمنية الأخرى، لكن الحصار المالي والانهيار المالي وعدم وجود سيولة ووضع اقتصادي، يعني مثلا تصوري أن العسكريون اليوم يأخذون وجبات طعامهم من منازلهم، أن راتبه لا يأخذه مرتين إلى الخدمة، أن بعض القطع العسكرية تصرف موظفيها قبل نهاية الدوام كي يذهبوا يتغدوا مثلا يتناول طعام الغداء في منازلهم، أن بعض آليات الجيش لا يمكن يعني يتعذر إصلاحها. هذه معاناة حقيقية أصابت الجيش وتصيبه، وهذا الوضع الهش الذي يعاني منه لبنان، فيما لو انطلقت البلاد إلى الفوضى والجيش في هذا الحال بالتأكيد سوف لن يكون قادرا على حفظ الأمن وضبط الأمن. ومن لهذا السبب نرى أن هناك في المجتمع الدولي والعربي من يتلقف دعوة قائد الجيش من أجل مساعدة هذا الجيش حصرا ومباشرة ومن خارج المنظومة الحكومية. والحديث عن المواقف، ما مصير المواقف الدولية التي قدمت الكثير من المقترحات، ومنها الدور الفرنسي الذي قدم الكثير من المبادرات للتوصل إلى حل، ما مصيرها؟ سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قال في مؤتمر صحفي بعد زيارته بيروت، قال بأنه تعرض لخيانة جماعية في باريس، وبالتالي المبادرة الفرنسية لفظت أنفاسها، وهي اليوم الكلمة الفاعلة والحاسمة والحقيقية في لبنان هي للطرف الإيراني الذي لم يقرر في هذه اللحظة أن يعطي للفرنسيين أي دور، خاصة وأنه يتفاوض في فيينا على الاتفاق النووي، وهو إذا أراد أن يقدم هدية أو تنازلا ما فإن بإمكانه أن يعطيه لجو بايدن. ولهذا الأمر يبدو أن حزب الله في هذه اللحظة وخلال الأشهر الماضية مرتاح جدا إلى عدم وجود حكومة، لأنه يريد حكومة تتفق مع توسعه وتغوله في الدولة والمجتمع وعبر الجد. شكرا جزيلا لكم الكاتب الصحفي علي شندب، حدثنا عبر سكايب من طرابلس.